بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 48 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه وبعد. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات مثل قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات وحديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضع الجبار قدمه في النار، الحديث، إلى غير ذلك. وما قالت العلماء فيه؟ فأجاب رضي الله عنه بجواب مطول سمي بالرسالة الحموية، وهي رسالة مشهورة عند أهل العلم، وحصل على الشيخ بسببها أذى ومضايقات، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل النصر له والعاقبة للمتقين. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. قولنا ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. قد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، أي ما يجب أن ينزه عنه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب قضاء الحاجة، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر:
لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. ثم بين الشيخ رحمه الله وجه امتناع ذلك فقال: أما الأول وهو أن لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. انتهى كلامه رحمه الله، وما نقلناه عنه في هذا الموضوع في هذه الحلقة، ويأتي بقيته في الحلقات القادمة إن شاء الله. وهو يتلخص في أمور: أولا، أن الواجب علينا اعتقاده في أسماء الله وصفاته هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أنها حق على حقيقتها ومدلولها، لا ما يعتقده علماء الكلام من أنها مجرد ألفاظ لا تدل على معان، أو أن لها معاني لا يعلمها إلا الله، أو أنها يجب تأويلها وصرفها عن ظاهرها إلى معان مجازية ما أنزل الله بها من سلطان. ثانيا، أنه محال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لأمته ما يعتقدونه في الله في أسمائه وصفاته حتى يأتي هؤلاء الخلوف ويتكلفون لها أنواع التأويلات وغرائب المجازات. ثالثا، أنه محال أن لا يكون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين قد تلقوا بيان ذلك، عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوه لمن بعدهم،
كما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يتبين أنه يجب علينا اعتقاد ما دلت عليه هذه النصوص على ظاهرها وحقيقتها، لا نتدخل بعقولنا ولا نحكم أفهامنا القاصرة في آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحيد عن منهج السلف الصالح. ومن أراد أن يمشي معنا على هذا الطريق الواضح فعلى الرحب والسعة، ومن أراد غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.